السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر محمد نبيل خليل. النهاردة هنحل بعض المحادثات الديالوجز لبريب 2، بس ما ننساش نعمل سبسكرايب ولايك وشير. نبدأ مع بعض إن شاء الله. أول تمرين، وزي ما اتفقنا مع بعض لازم أقرأ راس الهيرينج بتاع الديالوج واقرا الدايلوج من الاول للاخر، وبعد كده احدد السؤال والاجابه، لان بعض الاحيان بلاقي الاجابه في راس السؤال من فوق، وساعات بلاقي الاجابه في بعض الاجابات من تحتها لبعض الاسئله. طبعا ما ننساش ان انا عندي السؤال نوعين، يا اما yes و no question as I told you before، yes و no question او wh question. طبعا yes و no question starting with a helping verb. نبدأ السؤال معانا. أول سؤال، وفاء is talking with رحمة about technology. يبقى أنا الديالوج بين وفاء ورحمة بيكلموا عن التكنولوجي. أول سؤال، what are you reading about؟ رحمة وفاء asking وفاء what are you reading about؟ من غير ما أفكر الإجابة فوق. I'm reading about، يا إما تقول لي technology على طول أو تقول لي I am reading about technology. Do not forget we change are you into I am. I am reading about technology. Are you interested in technology؟ طبعا ال question هنا yes or no question، يبقى لازم starting with a helping verb I have to answer with yes or no. Yes, comma, I am. Yes, I am. طبعا لو هجاوب بالنفي no I am not. وفاء هتسأل سؤال المفروض الإجابة بتاعتها تحتيها، فبتسأل سؤال name one important invention. هتقول لها yes I can. I think دي كده extra information، إجابة زيادة. طبعا المفروض أعمل سؤال من الـ first part أو الجزء yes I can. فهعمل السؤال إزاي؟ طبعا مش محتاج yes و no، بعمل shift، بعمل switch، ببدأ بكان الأول وبعدين أحول I إلى you. يبقى can you name one important invention؟ ممكن تقولي لي تذكري لي اسم اختراع مهم، هتقول لها yes I can I think the mobile phones. يبقى the point of view of رحمة she thinks in the mobile phone is one of the most important invention. وفاء هتقول جملة، هتقول لها for me the internet is more important. من وجهة نظري أنا الإنترنت هو المور important invention. طيب وفاء هترد على الجملة بتاعت رحمة اللي قبلها اللي هي in red، الجملة دي I think the mobile phone is important. طبعا وانا قلت لكم يا اولاد ان انا I think هنا يبقى وجهة نظر، حد بيعبر عن رأيه. من وجهة نظري، من رأيي ان الموبايل فون is the most important invention. فانت هتيجي تقول لها I agree، مثلا انا متفق معاكي I agree، أنا متفق معك. وبعدين هي هتقول على وجهة نظرها for me the internet is more important. أو طبعا هنا خد بالك برضو علشان قالت ولي أنا الانترنت is more important، فممكن تقول لي لا، أرجع كده للجملة اللي قبلها وتقول هي بما ان رحمة قالت على وجهة نظرها فممكن وفاء تقول I disagree، انا مش بتفق معك، انا مش موافقة معك ان الموبايل فون هو اهم. I disagree، لان هتعبر على وجهة نظر تانية على اختراع تاني، فقالت for me من وجهة نظري انا the internet is more important. وبعدين رحمة هتسأل سؤال المفروض دي الإجابة بتاعته،
لازم اقرا الاجابه كويس because it helps us do research and get many things. وزي ما قلنا امبارح ان شاء الله يا اولاد اذا قابلك سؤال زي ده والاجابه بتاعته بادئه ب because المفروض كل دي الاجابه انا مش محتاجها، المفروض بكون السؤال من الجمله اللي قبلها. طب انا ما عنديش حاجه قبلها، ما عنديش حاجه قبلها، طب احنا اتفقنا نقول ايه لو ما عنديش حاجه قبلها؟ بجيب بقيه السؤال من الجمله اللي قبلها، بجيب بقيه السؤال من الجمله. طبعا هي السؤال اذا بدا ببيكوز فممكن اقول واي، واي ادي ايه، ممكن اقول اجابه مختصره او اجيب من الجمله اللي قبلها انهي الجمله اللي قبلها اللي هي، تعال نمسح كده مع بعض. اللي هي the internet is more important. فهنا ممكن اقول why بس، لو قلت why بس صح، او اقول why. طبعا هنا بجيب بقية السؤال من الجملة اللي قبلها، فلاقي عندي هنا في verb to be is بجيبها بس ايه قبل the internet، اغير الترتيب. for me دي انا مش محتاجها، يبقى why is why is the internet more important. question mark. يبقى ممكن تقول واي بس تبقى صح او تعمل لي اجابه كامله. طب انا ما عنديش اي كلمات قبل بيكوز، لان بيكوز واللي بعدها كل دي الإجابة، طب أجيبها منين؟ بروح وأجيب من الجملة اللي قبلها. وبكده نكون خلصنا أول تكست، أول دايلوج. نخش على الدايلوج التاني، وكل مرة أفكركم إن أنا لازم أقرأ أعرف الدايلوج بتوين ما بين مين ومين وبيتكلموا عن إيه. برضه نفس الدايلوج بيتكلم على التكنولوجي بس different one. The dialogue between Russia and Omar are talking about types. هنا بيتكلم على انواع types of technology. Rashad وعمر. Rashad هيسأل سؤال do you know much about technology؟ ده سؤال المفروض انا هجاوب. طبعا السؤال بادئ بدو فالمفروض بجاوب بيس او نو. فبيقول له هل انت تعرف حاجات كتير عن التكنولوجي؟ طيب ممكن يقول له لا ما اعرفش، ممكن يقول له ايوه اعرف، فلازم اقرا السؤال اللي بعده. أو الجملة اللي بعدها. What type of technology do you use every day؟ طب نوع التكنولوجيا اللي أنت بتستخدمها إيه كل يوم؟ يبقى بالتالي هو أكيد جاوب بـ yes. يبقى yes I do. Do you يبقى yes I do. طب what type of technology do you use every day؟ نوع التكنولوجيا اللي أنت بتستخدمها كل يوم. واحد ممكن يقول لي موبايل فون، واحد ممكن يقول لي إنترنت، واحد ممكن يقول لي كمبيوتر. هنا ما اقدرش استعجل، لازم اكمل علشان اعرف هو ركز على اي نوع من انواع التكنولوجي. فقال له I use the internet to communicate with my friends and play games online. يبقى هو اتكلم على مين؟ على الانترنت. What type of technology do you use every day؟ فيقول لي the internet. طيب هيسأل سؤال، طبعا هنا السؤال تو هنا زي because، تو زي because to give a reason بتديني السبب، تو و in order to و for و because ممكن استخدمهم مع الإجابة للسؤال بتاعت why اللي هيبدأ ب why. فهنا ممكن أقول له why بس، احنا هنا ممكن نقول short answer why. فيقول لي I use the internet why to communicate with my friends and play games. طبعا المفروض دي كل دي الإجابة اللي هي بادئة ب to أو هتبدأ ب in order to أو هتبدأ ب for أو هتبدأ ب because. طب أو ممكن أعمل إجابة سؤال كامل، هعمله ازاي؟ زي ما اتفقنا انا عندي كلمات اهي قبل تو، يبقى اقدر اجيب السؤال من هنا.
number one, underline the verb. الفيرب عندي use. الفيرب هنا في present simple من غير s يبقى هبدأ بدو. أحط دو بس في الأول. وغير الترتيب. I هتبقى you. يبقى why do you use the internet. ليه أنت بتستخدم الإنترنت بشكل خاص؟ فالإجابة بتاعته I use the internet to communicate with my friends and play games online. طيب رشاد هيسأل سؤال تاني هيقول له yes sometimes I have problems online. طبعا الإجابة هنا فيها yes أو no يبقى لازم السؤال هيبدأ ب helping verb. هدور على الفيرب الأساسي عندي. الفيرب عندي هنا have apostrophe have. طيب هنا كلمة واحدة أدام كلمة واحدة يبقى لازم أبدأ بدو أو does أو did. طبعا مش محتاج yes و no. ها هبدأ بدو أو does أو did. have من غير s يبقى ببدأ بدو. هبدأ السؤال بدو وغير نفس الترتيب. do مش محتاج برضو sometimes. و I بحولها ل you. I بحولها ل you. فالسؤال هيبقى عندي do you have, do you have problems online? Do you have problems online? فيقول لي yes, sometimes I have problems online. هيبدأ سؤال تاني مختلف. What, طبعا بدي بquestion word, what should you do if you are worried about something online? طيب انت هتعمل ايه if you are worried لو انت قلقان بخصوص اي حاجة اونلاين مش مناسبة لسنك اخلاقيا مش كويسة انت هتعمل ايه بنسألك. فانت ممكن سؤال سهل خالص لو الواحد عنده مشكلة وهو في البيت فاتح الانترنت فممكن يقول ايه I'll ask my parents. I will ask my parents. والله انا هسأل والدي. وده بالنسبة للديالوج نمبر 2. نخش على الديالوج اللي بعد كده نفس الحكاية لازم اقرأ اشوف الديالوج ما بين مين ومين وبيتكلموا عن ايه. Aya and Dina are talking about popular snacks. Snacks هنا اللي هو small meals وجبات خفيفة. وجبات صغيرة خفيفة باكلها. Popular famous snacks. طيب فبيسألني what's your favorite snack Dina. ايه هو الفيفوريت سناك بتاعتك يا دينا؟ واحد ممكن يقول لي بيتزا. واحد ممكن يقول لي فرايز. طيب انا قلنا ما بنستعجلش لازم اكمل بقيت الايه الـ 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 السؤال. طبعا هيقول لي حاجة فهينا آية هتقول له ايه I like kosheri too. انا بحب كشري too ايضا. يبقى اكيد هي كلمت على ايه على الكشري. فهتقول لها what's your favorite snack فالاجابة كشري. واللي خلاني اختار كلمة كشري علشان عندي تو ايضا. تو معناها ايضا يبقى اكيد هي قالت لي انا بحب الكشري فقالت لها انا بحب الكشري ايضا. But I like falafel more. لكن انا بحب الفلافل اللي هي الطعمية more اكتر من الكشري. دينا هتسأل سؤال هتقول لها فلافل is made of beans and vegetables. واحنا قلنا اتفقنا امبارح مع بعض ان ممكن انا اسأل على السبجكت الفاعل بتاع الجملة. لو كان الفاعل person بسأل بيه لو كان الفاعل thing بسأل بي what. هنا فلافل it's a name of food it's a thing فبسأل بي what. طيب اكمل بقية السؤال ازاي؟ قال لي بكتب الجملة زي ما هي بنفس الترتيب ما بغيرش اي حاجة. what is made of beans and vegetables. بس احنا لو شفنا السيكونس بتاع الاسئله هلاقي السؤال ده مختلف. يعني ما ينفعش اقول لك ايه but I like falafel more وبعدين تقول لي what is made of beans and vegetables فالاجابه تقول لي فلافل. ما انا كده كده انا I have mentioned it ذكرتها قبل كده.
فالسؤال ده مش هيمشي مع الديالوج ده، فمش هينفع السؤال ده، نوع السؤال ده، لان هو بالتالي ذكر لي كلمة فلافل قبلها. طيب يبقى انا في الحالة دي بسأل ايه؟ اسأل على حاجة تانية، مش اسأل على فلافل. هو فلافل تم ذكرها في الجملة اللي قبلها. طيب ممكن اسأل على ايه؟ هلاقي في عندي برضو things، اشياء اتصنع منها الفلافل، البينز والفيجيتابلز. فاقول له والله الفلافل بتبقى مصنوعه من ايه؟ يبقى beans and vegetables these are objects، بسأل عنهم بوات. انا مثلا بوات، نيجي بعد كده الترتيب، اطلع الفيرب، الفيرب عندي is، الفيرب عندي is، اخد بس is كده احطها في اول ايه الجمله واكتب بنفس الترتيب. طبعا انا مش محتاج beans and vegetables، فاقول له what is فلافل made of، احط question mark، ده سؤال. بعد كده هيتسال سؤال تاني الاجابه بتاعته تحت، الاجابه طبعا ما فيهاش yes و no، فبالتالي لازم ابدا اسال بي question word. فاشوف مثلا ايه، I usually eat it for breakfast. for breakfast ده الفطار، والفطار ده يعتبر ميعاد، وقت، ميعاد وقت. يبقى انا ممكن اسال عنها بوين، ابدا السؤال بوين. بعد كده underline the verb، الفيرب عندي eat كلمه واحده، لو في اس هستخدم does، لو ما فيش في اس هستخدم do، لو في الباست بستخدم did. طبعا هقوم جاي حاطط بس في الاول كده did، واي بحولها ليو. نبدا السؤال when، سوري هنا eat ما فيهاش اس، بسال بدو، اي هتبقى يو، يبقى when do you usually، نكمل usually eat it، بتاكلها دايما امتى؟ عادة امتى؟ هتقول لي for breakfast، للفطار، مش محتاج ده. هيقول له well okay، حسنا What other popular snacks do you like؟ طب ايه تاني بتحب تشرب تاكله؟ سناكس، ايه تاني سناكس بتحب تاكله؟ فطبعا ادي اجابه تانيه غير الكشري غير الفلافل. فهيقول له Do you like it؟ انت بتحبها؟ المفروض هيقول له ايوه، حواوشي is delicious. حواوشي is delicious، وهو بيحب الايه؟ الحواوشي. يبقى الاجابه دي بتاعت اهي What other popular snacks do you like؟ فالإجابة بتاعته حواوشي. حواوشي. هيقول له بس حواوشي أو I like حواوشي. Do you like it؟ بتحبها؟ المفروض ده سؤال أهي. أجاوب أقول له yes I do. وبعد كده حواوشي is delicious، لذيذ. Or yummy. ده بالنسبة للديالوج نمبر 3. نخش على ديالوج تاني. الديالوج هنا between سارة وآسل are talking about healthy food، بيكلموا على الطعام الصحي. healthy food. طيب نقرا الديالوج من الاول للاخر علشان اعرف، ممكن الاقي بعض الاسئله موجوده فوق، ممكن الاقي بعض الاسئله تحت. What is healthy food؟ ايه هو الهيلثي فود in general، بشكل عام؟ وبعدين يقول لي What are these types of food؟ طب انواع الطعام ده ايه؟ هيجاوب. وبعدين هيسأل سؤال، هيقول له because diary products، لأن الدايري برودكتس اللي هي منتجات الألبان، منتجات الألبان help us to have strong bones، بتساعدنا إن احنا يبقى عندنا strong bones. great. وبعدين هيسأل سؤال، هيقول له no sugar is bad for our teeth، لا السكر هو سيء لي
الباد سيء ضار لأسناننا. طيب when is food usually healthy؟ الفود امتى بيكون healthy؟ طيب نبدأ بقى نفكر كده. دايما في بعض الديالوجز لازم اقعد كده واتخيل ان انا بتكلم مع حد بنتحاور مع بعض. اتخيل انا لما اسال السؤال ايه الاجابه المناسبه. فهنا بقول لي مثلا ايه what is healthy food. ايه الهيلثي فود ان جنرال؟ healthy food is the food that is good for our body. The food هو الاكل that is good for مفيد لي our bodies المفيد لأجسامنا. أكيد ده الهيلثي فود. طيب وبعدها تسأل سؤال what are these types of food. طب أنواع الطعام إيه دون؟ إيه نوع الطعام؟ فيقول لي dairy products. dairy products هو الدايري برودكتس انواع الطعام، الطعام اللي هو المنتجات الالبان. فيسالني سؤال بيكوز، قلنا بيكوز هنا يبقى السؤال هيبدا بواي. ممكن تقول لي واي بس كده؟ صح، او تديني اجابه كامله. هنا واي انا محتاج بس واي بس. واي بيكوز دايري برودكتس هيلب اس تو هاف سترونج بونز. هيقول له جريت، والله انا متفق معاك، عظيم. هيسأل سؤال الإجابة بتاعته no، لأ sugar is bad for our teeth. طب ناخد بالنا علشان هنا السؤال confusing شوية. احنا عارفين ان انا لما بدي no لازم يبقى فيه not بعد الverb، يبقى المفروض isn't. هنا مفيش not، يبقى في الحالة دي علشان اعمل سؤال صح يا اما اجيب عكس المعنى يا اما احط نوت. يبقى انا عندي السؤال ده هعمله بطريقتين. هنا طبعا نفتكر لما بجاوب بنو لازم احط نوت. طب هي اصلا ما عنديش نوت، لما اجي اشيل نو بشيل نوت وما عنديش نوت. يبقى في الحاله دي عندي حاجتين، ممكن اجيب، هو افضل حاجه اجيب عكس الكلمه، بدل باد فور اخليها جود فور. فاقول له والله هنا السؤال بادئ او الاجابه فيها از، هجيب بس از في الاول بنفس الترتيب. فأقول له والله is sugar good for، بدل bad for أقول له good for our teeth. هيقول لي no sugar is bad for our teeth. طب when is food usually healthy؟ طب امتى الفود بيبقى healthy؟ ها امتى الفريش بيبقى healthy؟ دايما الفود بيبقى healthy بالذات لما تقول لي مثلا when، دي اجابه مقترحات، when it is fresh لما بيكون طازج، and والفود بالذات not fast food، لا الفود اللي هو well cooked المطبوخ بشكل كويس جدا، ده دايما healthy food. يبقى when is food usually healthy؟ when it is fresh and well cooked. ده بالنسبة للديالوج الخاص على healthy food. نخش على ديالوج تاني. الديالوج هنا between هدى is talking with لميز، بتتكلم مع لميز about food، عن الاكل برضو. هدى do you like food؟ بتحب الاكل؟ مين مننا ما بيحبش الاكل؟ فمن غير ما افكر هيبقى الاجابة بيس، عشان السؤال بادئ بدو. yes I do. وبعدين هدى هتسأل سؤال، هتقول لها I like rice and pasta، بحب الرايس والباستا. رايس وباستا ده أكل، things ممكن بشيلها وبسأل بوات.
نكون بقية السؤال. Underline the verb. الفيرب عندي like كلمة واحدة، يبقى هاي هستخدم في السؤال ايه؟ احط بس في الاول do وبحول I ل you، وطبعا انا مش محتاج ده، فاقول له what do you like. طب انت بتحب ايه؟ ها لميسة تقول لها I like rice and pasta. هدى هتسأل سؤال الإجابة because، من غير ما أفكر because كل ده الإجابة. طب أنا عاوز أجيب السؤال من هنا، مفيش، يبقى ممكن أقول له أقول why بس، صح؟ أو أجيب بقية السؤال منين؟ من فوقها، اللي هو إيه؟ why do you like rice and pasta؟ من الجملة دي بقى أخد الجملة دي كده، الجملة دي كده اللي أنا زبطتها، أقول لها why do you like، ليه أنت بتحبي rice and pasta، ليه بتحبي الرز والمكرونة. فقالت لها because they give me energy، بتديني طاقة. وبعدين سؤال تاني هيبدأ ب are you، ده yes و no question، لازم أجاوب yes أو no. are you allergic، allergic to، يعني هل انت عندك حساسية to any kind of food، لأي نوع من أنواع الطعام. لو أنا مش عارف معنى الكلمة دي ممكن أجاوب غلط. allergic، allergic يعني حساسية، هل انت عندك أي حساسية لأي نوع من أنواع الطعام؟ فالمفروض تقول لي yes أو no. هشوف طب what foods are you allergic to، إيه نوع الطعام اللي انت عندك منه حساسية؟ يبقى أكيد لما سألت لها، سألتها وقالت لها are you allergic to any kind of food، أجاوبت ب yes. yes هنا are you طبعا لازم أحولها ل I am. yes I am. طب what foods are you allergic to، ها مين أنواع الطعام اللي احنا ممكن يبقى allergic عندنا من ناحيته حساسية؟ في ناس بيبقى عندها حساسية على الدايري برودكتس، منتجات الألبان، لو كانت شربت لبن، كانت حاجة مصنوعة من اللبن، بيبقى عندها حساسية. ممكن أقول إيه؟ دايري فود، دايري برودكتس، منتجات الألبان، زي ما احنا خدناها في الديالوج اللي قبل كده. في ناس بيبقى عندها بعض الحساسية حوالين الديري برودكتس، ف هيبقى what foods are you allergic to، فممكن اقول له dairy products. طيب افرض انا مش حافظ، اكتب لي اي نوع، يا ما هو دايما هتقول لي ايه مثلا ميلك، اللبن، ما هو ده طعام، ده طعام ممكن عادي مش لازم مشروبات، ممكن تقول لي ميلك بس. نخش على باراجراف بعد كده، سوري الديالوج بعد كده. أيمن and حلمي are talking about art، يبقى أيمن وحلمي بيكلموا عن الارت. هلو حلمي، أيمن هيسأل سؤال، حلمي هيقول yes I like art very much، دي الإجابة. طبعا الإجابة فيها yes أو no، يبقى لازم ببدأ بهيلبينج فيرب، الفيرب عندي كلمة واحدة لايك، يبقى لازم أحط دو في الأول، وآي بحولها ليو، فأقول له دو يو لايك آرت فيري ماتش. أيمن هيسأل سؤال كان يو درو اند بينت، طب هل انت بتعرف كان يو درو اند بينت؟ السؤال بدأ بكان برضو، يبقى اجابه بيس او نو. طب انا ممكن، هل بتعرف ترسم وتلون؟ ممكن يقول لي نو، ممكن يقول لي يس. اكمل السؤال وات ثينكس دو يو لايك تو درو، ايه الاشياء اللي بتحب ترسمها؟ يبقى اكيد جاوب بيس، يبقى يس اي، يبقى حولها الاي يس اي كان.
Can you? Yes, I can. طب what things do you like to draw? إيه الأشياء اللي بتحب ترسمها؟ طيب ممكن واحد يقول لي بحب أرسم الأنيمالز، بحب أرسم gardens حدائق، parks، houses، sky and plains، حاجات كتيرة، بس لازم أكمل أشوف يمكن هو حدد لي حاجة تحتيها. فقال لي سيناريز، سيناريز زي مشاهد طبيعية. يبقى وطبعا لو نفتكر في الديالوجز بتاعت امبارح ان انا لقيت اكسكلاميشن مارك تعجب، فهو اكيد نفس الايه الاجابه، هيقول له انا بحب ارسم سيناريز المناظر الطبيعيه. هيسال سؤال هيقول له يس ايوه اي لايك نيتشر فيري ماتش، بحب الطبيعه. فطبعا ايه هنا الاجابه فيها يس او نو، يبقى ببدأ بهيلبينج فيرب. السؤال بادئ بلايك او الاجابه فيها لايك، الفيرب كلمه واحده، يبقى لازم ابدأ بايه بدو واحول اي ليو، يبقى دو يو لايك، دو يو لايك، واكمل بقيه السؤال. دو يو لايك نيتشر فيري ماتش، دو يو لايك نيتشر بس، هل انت بتحب النيتشر؟ لان دي اكسترا انفورميشن، فيري ماتش اكسترا انفورميشن. طب what else do you like to draw؟ ايه تاني بتحب ترسمه؟ ده it's up to you. واحد يقول لي مثلا the sky السماء، بحب ارسم السماء. واحد يقول لي animals، واحد يقول لي people الناس. it's up to you، اي اجابة تاخدها صح. ده بالنسبة للديالوج between ايمن and حلمي who were talking about art. ناخد كمان دايلوج. احمد اند ليلى ار توكينج اباوت هوبيز، نفس الحكايه، بحدد الدايلوج بيتكلم عن ايه. هلاقي ان احمد وليلى بيتكلموا عن الهوايات، هوبيز هوايات. طب واتس يور فيفرت هوبي، ايه هي هوايتك المفضله يا ليلى؟ احمد يسال ليلى ايه هي هوايتك المفضله. طبعا ممكن ليلى تقول لي تقول لاحمد ارت، ممكن تقول لي ريدنج. هنا ما اقدرش استعجل، لازم اكمل. فتقول لها وات ميوزيكال انسترومنت دو يو بلاي، ايه الاله الموسيقيه اللي انت بتحبيها؟ يبقى هي اكيد خلاص بتحبي الايه، بتحبي الميوزك الموسيقى. بس الافضل هتقول له I like playing music، بحب أعزف على الموسيقى، بحب أعزف موسيقى playing music. علشان بعد كده هتسألها تقول لها طب إيه الآلة اللي أنت بتعزفي عليها؟ إيه الآلة اللي أنت بتحبي تلعبي عليها؟ فطبعا واحد ممكن يقول لي بيانو، واحد يقول لي جيتار، واحد يقول لي فايولين. برضو ما استعجلش، هنكمل هنا. المفروض تدي هنا تقول لي آلة موسيقية، هتسأل سؤال هتقول لها I started playing the violin، بدأت ألعب بالفايولين، يبقى هي أكيد أنهي آلة موسيقية هي بتعزف عليها؟ ف the violin. فأحمد هيسأل سؤال هتقول له I started playing the violin last year. last year دي ده وقت time، فاسأل بوين. بعد كده underline the verb، الverb عندي started كلمة واحدة في ed، يبقى بشيل ال ed واحط هبدأ السؤال او هبدأ الجملة بديد و I بحولها ل you، ونقول طبعا مش محتاج last year لاني بسأل عنه بوين، واكتب نفس الترتيب when did you start. ما ننساش ادام بدات بديد لازم احط الفيرب في البريزنت في الانفينيتيف without to. When did you start playing the violin؟ طيب احمد هيسال سؤال هيقول له نو It's very easy. طبعا قلنا تاني برضو السؤال ده confusing شوية، بيلخبط شوية. لما بجاوب بنو المفروض بلاقي not، مفيش not. ففي الحالة دي
عشان لما بشيل نو لازم اشيل نوت، واصلا ما ادانيش نوت، يبقى في الحاله دي بجيب الايه، بجيب عكس الايه الصفه اللي عندي، بدل ايزي يبقى difficult، بدل ايزي المفروض تكون difficult، واخد از احطها في الاول عشان السؤال، عشان اظبط الترتيب، فاقول له از ات فيري difficult او difficult، بس عادي الاثنين صح، very difficult to play، هل هو صعب انك تلعبه؟ فيقول لي no it's very easy to play. بعد كده هبدا اسال سؤال كود، ده يس ونو كوتشن، لازم اجاوب بيس ونو. كود يو تيتش مي هاو تو بلاي ات، ممكن تعلمني تدرس لي ازاي هاو تو بلاي ات؟ طبعا هجاوب بعد كده اقول لها ليتس ستارت تومورو، يلا نبدا بكره، يبقى اكيد هي وافقت، فهتقول له يس اي كود، او تقول لي اوكي okay. بس صح، او تقول لي with pleasure يعني بكل سعاده بكل سرور، ادي اي اجابه من دول صح، او تديني اجابه كامله yes I could teach you how to play it let's start tomorrow. ده بالنسبه للباراجراف ده، سوري تاني، ده مش باراجراف، دايلوج. ناخد دايلوج تاني. نفس الحكايه، كل مره لازم اقرا الدايلوج اعرف ما بين مين ومين بيكلموا عن ايه. It's Amani is inviting Sally. بتدعو سالي. Amani وسالي. Amani بتدعي سالي for watching. لإيه؟ Watching a film. إن هم يتفرجوا على الفيلم. At the house night. Out at her house. في بيتها. We tonight الليلة. يبقى أنا عرفت إمتى؟ Tonight. ودعتها لإيه؟ Watching a film. طب فين؟ في her house. تمام، ومين اللي بيدعو؟ اماني هي اللي بتدعي. بتدعي مين؟ بتدعي سالي. تمام، حلو قوي. اماني هاي سالي هاو از ات جوينج، هاو از ات جوينج اتس لايك هاو ار يو، هاو از ات جوينج بتساوي هاو ار يو، هاو از ات جوينج لايك هاو ار يو، ازاي كيف حالك؟ فقالت لها هاي اماني، ها هاي سالي، هاي اماني. طيب انا ما جاوبتش على السؤال ده، هاو از ات جوينج او هاو ار يو؟ ام فاين ثانك يو او اتس اوكي، ام فاين او اتس اوكي، اتس اوكي. يبقى تاني ما ننساش، هاو از ات جوينج اتس لايك هاو ار يو، فالمفروض بجاوب عليها اقول ام فاين او اتس اوكي. طيب خلي بالك هنا المفروض هاي سالي، هاي اماني، وبعدين السؤال هجاوب عليه باجابه. اماني هتسال سؤال would you like، طبعا قلنا في الاوفر العرض، فبقى استخدم would you like، would you like، would like to watch a film at my house tonight، وبعدين طب هتقول yes ولا no. طيب لو كملنا الإجابة هتقول لها when does it start، ده هيبدأ إمتى؟ فهي أكيد قالت لها yes. لو قلت yes بس صح، لو قلت yes I'd like، أيوة أنا أحب صح، أو إجابة كاملة yes I'd like to watch a film with you. طيب when does it start، هيبدأ إمتى؟ بيسأل عن الوقت. فلازم لو انت مركز معايا هتلاقي الإجابة موجودة فوق tonight. tonight. وبعدين سالي هتسأل سؤال، الإجابة it is called little woman. it is called اسم الفيلم، it هنا عايدة على الفيلم. is called little woman، يبقى أكيد هتسألها على الاسم. يبقى دي الإجابة. الاسم طبعا هقول لها what، هبدأ بوات. تمام، هلاقي عندي الفيرب is، أخد is بس أحطها في الأول عشان أظبط ترتيب الإيه السؤال. أحط is في الأول، يبقى what is it
What is it called? بيسمى ايه؟ اسم الفيلم ايه؟ هتقول لها it is called Little Women. هتقول لها that is a great film. ده فيلم جميل جدا. وبعدين هتسأل سؤال الإجابة no. Don't bring any snacks. ما تجيبيش معاكي الفول ستوب. يبقى هعمل السؤال من هنا. ما تجيبيش معاكي أي أكل، أي سناكس. فهتسألها تقول لها إيه؟ الإجابة فيها بادئة بنو. طب فين الفيرب؟ الفيرب عندي دو وبرينج. طبعا بشيل نوت، أدام شلت نو بشيل نوت. طبعا هنا علشان بتعمل برضو offer، ممكن افضل حاجة هسأل السؤال can I bring any snacks. ممكن احضر معايا any snacks. هقول لها no don't bring any snacks. ما تجيبيش معاكي اي snacks. mom will make us cakes and juice. هتقول لها great I will come before 7 see you then I'll see you later. وده بالنسبة للديالوج number 8. ناخد الديالوج number 9. another dialogue زي ما تعودنا اقرأ الديالوج بيدور مين between مين ومين وبيتكلموا عن ايه، لان بعض الأجوبة لبعض الأسئلة بتبقى موجودة فوق. آسل وهنا are talking about the next weekend. بيتكلموا عن الويكند اللي جاي. آسل where are you going on your weekend؟ هتروح فين؟ أنا عاوز إجابة مكان، لازم أجاوب بمكان هنا. واحد يقول لي ألكساندريا أسوان، ما نستعجلش برضو أكمل. هيقول له هنا كذا Alexandria is my favorite city. يبقى ده اسكندرية هي المكان المفضل بتاعته. يبقى هو أكيد راح فين؟ راح اسكندرية. فيقول له Alexandria. اسكندرية. لأن اسكندرية هي my favorite city. عادي تلاقي اسكندرية لأن في full stop. لو رجعنا كده هتلاقي في full stop هنا. فهو قال ألكساندريا وبعدين اداني معلومات عن ان الإسكندرية هي مكانه المفضل بتاعته. هيقول له that's great. والله كويس، شيء عظيم. وبعدين هيسأل سؤال الإجابة هيقول له I will go with my family. هروح مع أسرتي. يبقى أنا ممكن أسأل على my family، شخص، ناس. يبقى بسأل عنها بإيه؟ بسأل عنها بهو. تمام. بعد كده underline the verb. الفيرب عندي will go. كلمتين، اخد بس الكلمة الاولى احطها في الاول واحاول I ل you واظبط الترتيب. يبقى who will you go with. بس ادي السؤال بشكل سهل وبسيط جدا. وبعدين هيسأل سؤال الاجابة بتاعته yes، yes او no. I'd love to. انا احب. I want to swim in the sea. انا عاوز اعوم في البحر. فهيقول له ايه؟ اجابه فيها يس او نو. ايوه انا بحب. طب بتحب ايه؟ لو كملنا بقيه الاجابه يبقى بيحب الايه؟ to swim. فعاوز اعمل سؤال. طبعا الفيرب عندي هنا would love apostrophe دي اللي هي would. يبقى would you love، بشيل يس ونو واقول له would you love. هل انت بتحب تو ايه بقى؟ تو سويم. هل انت بتحب انك تعوم او تو سويم بس كده؟ تمام. او تو سويم ان ذا سي. هيقول له yes I'd love to. I want to swim in the sea. او would you love او would you love swimming. هل انت بتحب السويمينج على طول كده بشكل عام؟ I'd love to swim. I want to swim in the sea. يا ده يا ده. That's great. I'm sure we will enjoy it. أنا متأكد إن أنت إن إحنا هنستمتع بده.
Shall I bring some food? طب هل ممكن أجيب food معي؟ Shall I bring some food? Shall I bring some food? No. Mom has prepared everything. When will we meet? ماما هتجيب معانا. طب بعد كده سأل سؤال. قال لي when will we meet؟ هنتقابل امتى؟ Where will we stay؟ هنقيم امتى؟ طب اي وقت هنتقابل امتى؟ طبعا بما ان ايه لو رجعنا كده المفروض نتقابل امتى؟ Next weekend. مديني الوقت فوق. The next weekend. طب where will we stay؟ هنقيم فين؟ الإجابة بعد كده where. هنقيم فين؟ Where will we stay؟ هنقيم فين؟ أي مكان. ممكن تقول لي إيه؟ At a hotel. أو بدل ما تقول لي hotel بتقول لي مثلا in our house، في بيتنا، أو at hotel، في الفندق. بس أدي أي إجابة، كله إجابات صح. ومن هنا نخلص الديالوج رقم 9 ونخش على الديالوج رقم 10. حلمي is debating. لازم اعرف اي كلمه جديده يا ريت بنكتب معناها. debating اللي هي like discussing، بيتناقشوا بيتحاوروا بيتناظروا. with ايمن يبقى حلمي بيتناقش بيتكلم مع ايمن. طب عن ايه يا ترى الموضوع اللي بيكلموا عن ايه؟ about apps اللي هي applications اللي بستخدمها على الموبايل فون. apps applications. فحلمي بيقول له what do you think about apps؟ طبعا هنا what do you think، هنا بسألك على رأيك. ايه رأيك about apps applications؟ طبعا من غير ما نفكر applications are useful. لو كملنا why do you think they are useful؟ ليه انت بتعتقد ان هي، ليه من وجهة نظرك ان هي useful مفيدة؟ يبقى اكيد هو قال له ايه؟ they are الابس الابليكيشنز are useful، هي مفيده. طب بعد كده سال لي بواي، why do you think they are useful؟ ليه تعتقد ان هي useful مفيده؟ اي بقى ليه انت من وجهه نظرك ان الابليكيشنز are useful؟ ممكن ايه we can use them in our daily life in our life. طيب وبعدين طب ممكن الاقي الاجابه تحت. I agree، انا متفق معاك ان هما الابس دي مالها help us much، بتساعدنا كتير. فهتقول لي ايه؟ because، ناخد نفس الاجابه because they help us much، لان هي بتساعدنا كتير. I agree، انا متفق معاك. yes they help us much. بعدين هيسأل سؤال، they give us a lot of information. ال they هنا عايدة على برضو الابليكيشنز الابس. الابس give us a lot of information. طب ايه السؤال اللي اقدر اعمله؟ سهلة خالص. ممكن عندي حاجات كتير، ممكن اسال على a lot of information، معلومات كتير. thing فاقول ايه؟ what، وهنا الفيرب كلمه واحده يبقى بحط do في الاول علشان الفيرب في البريزنت سيمبل. يبقى what do they give us، هما بيدونا ايه؟ ده سؤال. او ممكن اسال اقول ايه بقى سؤال تاني مختلف، how do they help us، ازاي بتساعدنا؟ how do they help us، يا ده يا ده.
What do they help us or how do they help us? إزاي بتساعدنا؟ فأقول they give us a lot of information. You must pay for some apps. وبعدين حلمي هيجاوب وبعدين يقول له you must pay for some apps. هيقول له that's true. طبعا هنا الجملة هنا أكيد إيه لما حلمي سأله قال له how do they help us؟ قال له they give us a lot of information. فعلشان هو متفق مع أن هي useful وبتدينا معلومات كتير فهجاب يقول له great عظيم أو I agree with you أنا متفق معك. بعد كده بيقول له you must pay for some apps. هل انت لازم تدفع فلوس لبعض الابليكيشنز؟ هيقول له that's true. ايوه انت على حق انت صح. طب بعد كده هيسال سؤال الاجابه بتاعته I think modern technology is important. I think modern technology is important. هنا ممكن نسأل سؤال يقول له طبعا هنا علشان الإجابة ما فيهاش yes أو no فممكن أسأل على أقول له هو عشان بيقول لي I think من وجهة نظري إن modern technology is important. أقول له what do you think about technology؟ بتفكر يعني وجهة نظرك ايه عن التكنولوجي؟ What do you think about technology? What do you think about technology? What do you think about technology? Question mark. فهيقول لي I think إن المودرن تكنولوجي is important. فهو أيمن بيتفق معايا يقول له I agree with you. ومن هنا نكون خلصنا موديل dialogue number 10.